بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ نشرح هنا السوفس فاير وول. وقبل ما نبدأ نشرح الكلام بتاعنا لازم نبقى فاهمين الشبكة بتاعتنا الأول كويس، وإحنا هنعمل إيه، إحنا عايزين نعمل إيه. ففي المثال بتاعنا هنبدأ نشرح عليه مجموعة الفيديوهات. عندنا الفاير وول بتاعنا السوفس اللي هو الإكس جي، عندنا الراوتر بتاع الإنترنت اللي هنطلع عليه. أهم حاجة بعد ما أنت هتستخدم فاير وول يبقى تفصل الشبكة بتاعتك عن الراوتر. يعني إيه؟ يعني توقف الدي اتش سي بي عن الراوتر بتاعك. وفي المثال بتاعي احنا موجود الراوتر بتاعي في سيجمنت 50000. انت ممكن انت هتشتغل على الراوتر بتاعك، لو الايباد بتاعته ما فيهاش مشكله هتشتغل بيها، لو رير اي بي هتشتغل بيها حسب ما انت عايز. بس اهم حاجه ان الانترفيس او الكابل اللي هيتوصل ما بين السوفوز والراوتر يكون على ايه، على نفس الايه، واخد نفس الاي بي اللي في نفس النتورك ده. طبعا هيبقى عندي اجهزه واي فاي موجوده عندي، هيبقى عندي الايباد بتاعتها. احنا هنا في المثال ده فاصلينها عشان تبقى مقصوره عن الشبكه بتاعتي. ممكن عن طريق الرولز بتاعتك ما تخليش يشوف الاجهزه. هي في المثال بتاعنا هتبقى واخده 172.172.172.0. عندي الاجهزه بتاعتي ودي واخده سبنت ثانيه او نتورك ثانيه 192.168.20. وطبعا عشان احنا بنشرح هنبدا نستخدم الواي فاي ده عشان يدخل على السوفس فاير وول. انا قافل عليه الواي فاي كمان ما فيهوش، عشان احنا شغالين على هايبر في مايكروسوفت في المثال بتاعنا. فهنحتاج اكسس بوينت هي اللي هتوصل للسوفس بتاعي بالواي فاي بتاعتي. وعلشان تبقى الموضوع اكتر تعقيد او نشوف حاجات اكتر، انا موقف برضو دي اتش سي بي على الاكسس بوينت، وهنخلي السوفس الاكس جي بتاعنا هو اللي هياخد الايه الواي فاي، هيدي الواي فاي الايباد بتاعتنا. وبرضو هنلاقي عندنا ان الكمبيوترات بتاعتنا عشان نزود الموضوع هنلاقي ان هي بتاخد اي بيهات من دي اتش سي بي سيرفر عادي موجود عندنا. بس دي الشبكة البسيطة بتاعتنا، هنبدأ نطبق عليها الكلام بتاعنا ونشوف الدنيا بتاعتنا هتمشي عاملة ازاي. دلوقتي أول حاجة هنعملها هنبدأ نعمل داونلود للسورس بتاع السوفس بتاعنا من السايت نفسه الرسمي بتاع السوفس. هنبدأ ندخل عليه تمام بمنتهى البساطة اهو، هنقول له سبورت، هنلاقي جواه اوتوماتيك قدامنا حاجة اسمها داونلود. والميزة هنا يا جماعة ان هو بيسألك بيقول لك انت هتشتغل الايمج دي على ايه؟ يا ترى هتشتغل بمايكروسوفت هايبر في؟ يا ترى عندك حاجه تانية هتشتغل بيها؟ حسب ما انت عايز. بص انا هخش اقول له انا عايز انزل ايه، هقول له فاير وول اهو. بدا يسالني انت فين الحاجه بتاعتك، انه حاجه انت عايزها. شايفين يا جماعه لكل حاجه من دي معطيك هو الايمج بتاعتك او الهارد ديسك بتاعتك، معنى اصح اللي احنا هنستخدمها في الشغل بتاعنا. انا بختار النوع اللي انا هشتغل عليه. انا في المثال بتاعي ده هشتغل على مايكروسوفت هايبر في، فهدور عليها وايه واقول له هي دي اللي انا عايز انزلها. تمام اهي، هقول له داونلود. هيبدا يسالني على مجرد معلومات بسيطه عني، هتحط بيانات اسم الفيرست نيم لاست نيم الكومباني اللي انت هتشتغل بيه. انا في المثال بتاعي حتى هستخدم موسلي اكاديمي اللي هو اسم السايت بتاعي، هو ما بيتاكدش ما فيش حاجه هيتاكد منها بعد كده. هحط البيانات واحط الايميل وهقول له سبميت. هنلاقي بص يا جماعه ايه اللي هيحصل، وطبعا ما انساش اكسبت. يعني هتلاقي الداونلود هيبدا ايه يتنفذ معانا. اهو ادي بدا ينزل لي ملف اهو الوين زيب بتاعي. كل اللي هعمله هستناه لغايه لما يخلص يا جماعه الداونلود. هنبص على الملف اللي هو نزله، هفك الضغط بتاعه، هلاقي جواه هاردين. هم دول انا هستخدمهم فين يا جماعه؟ هحطهم في الهايبر في بتاعي. اهو ادي الهاردين بتوعي بمنتهى البساطه كده، وحضرهم هاخدهم انا احطهم في المكان اللي انا ايه اللي انا عايزه. ودايما يا جماعه يفضل انك تاخد ايه، تاخد نسخه احتياطي ايه على جنب، بحيث ان لو دي في مشكله معاك ما تهدش ايه وتعمل داونلود من اول وجديد. بنقلهم على السيرفر حقيقي عليه الهايبر في. طبعا يا جماعه المفروض ان السوفس فاير وول بيبقى فيه اكتر من بورت، اكتر من كارت نتورك. انا المثال اللي انا هشتغل عليه هنا في السيرفر بتاعي عليه فانا اكتر من كارت نتورك. تمام،
وعليه هايبر في قايمه قبل كده وفي ماتها قبل كده. فانا هنشرح هنا على الحاله الكيس بتاعتك ان انت في البيت وان انت عندك بورت واحد بس، كارته واحده بس اللي شغال عليها، وهنبدا نشتغل عليها. تمام؟ ينفع؟ اه ينفع طبعا. فانا دلوقتي هبدا اضيف المكنه بتاعتي الهايبر في الجديده، هقول له ادي نيكست اهي، هايبر في عاديه خالص، هتسميها ايه؟ مجرد اسم. تمام؟ هتسيب فين؟ في المكان اللي انا عايزه. الجنريشن 1 مش هنغير اي حاجه فيها، هديها رامتها قد ايه على حسب الجهاز بتاعك. انا هنا عشان الجهاز بتاعي مساعدني فاعطيته 6 جيجا، وهسيب النتورك مش متوصله عادي. تمام؟ هقول له مفيش نتورك، الكارته مش متوصله. هاجي هنا على الهاردات يا جماعه، هقول له ايه يا جماعه؟ هقول له انا عايز الهارد بتاعي. تمام كده اللي انا ايه عامله داونلود. طبعا انا هنا دوست غلط على كرييت، تمام، فعشان كده طلع قدامي ايه؟ قدامي فاضيه. فهرجع تاني يا جماعه، بدل ما اقول له كرييت هقول له ايه؟ يوز ان اكزيستنج ايه؟ فيرتشوال هارد ديسك. طبعا يا جماعه واختار ايه؟ الهاردات انا منزلها، اختار ايه؟ برايمري. طبعا الناس اللي هي اول ما تشتغل هايبر في او كده او ازاي تنزله، هتلاقي رابط ظاهر لك ازاي استخدم الهايبر في. اخترت كده يا جماعه وشفت السمري بتاعي وترو ايه؟ فينش. يبقى انا كده عملت مكنه برامات بتاعتها، تمام، وحاطط الكارت نتورك واحده وهارد واحده. هبدا اظبط الشغل بتاعي، انا الجهاز بتاعي مساعدني في زودت البروسيسور. انت طبعا لو ما عندكش مش مشكله شغل بروسيسور واحد، هبدا اضيف الهارد الثانيه نفس الخطوات، هقول له اكزيستنج، هقول له براوز، واختار بقى الهارد الثانيه اللي عندي واقول له ابلاي، وابدا اضيف كارتات النيتورك على حسب ما احنا شفنا احنا عايزين كذا كارت عندي، هبدا اضيفهم واحده واحده. تمام، وهسيبها نوت كونكت دلوقتي ان احنا لسه ما كريتناش السويتش بتاعنا اللي هنربط عليه. هضيف الكارتات بحسب الايبات انا عايز اديها للسورفس بتاعي. تمام، فانا في المثال بتاعي عاطي واحده للواي فاي وواحده لللان بتاعتي، تمام، وواحده طبعا ايه للوان، يبقى كده انا اللي محتاجهم على الاقل ثلاثه. تمام، ضفت انا الثلاثه ايه بتوعي دلوقتي. طب انا دايما يفضل يا جماعه كمان انا بضيف واحد زياده اللي هو بتاع المانج، تمام، بره الليله بتاعتي كده ان انا اخش عليه ما ايه عشان الترافيك. تمام، عايز تزوده زوده، مش عايز تزوده زود، ما تزودوش زي ما انت عايز. انا هضيف بتاع المانجمنت بتاعي، تمام، هقول له ايه ابلاي. دلوقتي انا ناقص ايه بقى؟ هقول له الكارتات دي هتتربط بيه، فمحتاج اكريت السويتش مانجر، هخش على السويتش مانجر واكريت السويتش ايه الفيرشن بتاعي اللي هربطه على الكارتة اللي انا داخل عليها دلوقتي، داخل عليها بالاي بي. قلت له كرييت اهي، وهختار الكارتة اللي انا هشتغل عليها اللي انا عارفها اهي. تمام، قلت له ابلاي اهي، قال لي خلي بالك النتورك بتاعتك ممكن تتأثر، قلت له اه. تمام، تلاحظوا يا جماعه ان انا نسيت وما حطيتش اسم للسويتش ده، وده مش صح طبعا. يعني ليه مش صح؟ زي ما انتوا هوريكم دلوقتي لما اجي ادخل واختار ان هربط الكارته بالسويتش بتاعي، هيقول لي هلاقي ان في الاسمين بتوع سويتش بنفس الاسم، فهختار واحد فيهم. وطبعا يا جماعه حته الفصل دي بس ان هو ايه بين بيتكريت الفيشوال سويتش بدون نفس الاي بي بتاع الكارته. لو دخلت دلوقتي بقى على المكنه بتاعتي ودخلت على السيتنج بتاعتها ايه، وجيت اضيفه بقى هقول له كونكتد على سويتش فلاني، هلاقي الاثنين بنفس الاسم. فبمنتهى البساطه ارجع اغير النيم بتاعه عشان الدنيا تبقى ايه اسهل وابسط معايا. مش هقول له نيو طبعا، انا قلت له ايه بعدل الاسم مش اكتر من كده. بمنتهى البساطه بقى هدخل اضيف الكارتات كلها على ايه؟ على السويتش ده، واتفقنا ده عشان شرح بس. تمام، ده كده هيبقى ترافيك عالي على البورت ده. احنا هنا بس عشان بنشرح الخطوات، لكن انت الطبيعي بتاعك يبقى اكتر عندك اكتر من كارته بتوصل عليها لايه النتورك بتاعتك ايه على كل سويتش لوحده، الوان على لوحده، الفيلان لو عندك، حسب ما انت ايه الشغل العملي بتاعك. بس هنا في الخطوات اللي انا عملتها دي هتسهل عليك انك ايه تتدرب ازاي تشتغل. وممكن على فكره تشتغل بيها في الشغل برضو عادي، هتشتغل معاك مش هتقول لك لا. ايه، انا كده حضرت الماشين بتاعتي اهي، ابدا اقومها اعمل كونكت عليها ولا ستارت. هيبدا يبوت يا جماعه ايه نسخه السوفوز اللي ايه اللي انا نزلتها من السايت الرسمي. هكبرها كده بس عشان تشوفوا احسن. ما بعملش حاجه، انا مستني خالص. اخلي بالي من حاجه يا جماعه، ان انا عاطي للكارته بتاعتي الجهاز بتاعي اخدت الاي بي اللي كان فين على الكارته مش بتاع السوفوز لغايه دلوقتي. تمام، يعني هي واخده اي بي ستاتيك، فلغايه اللحظه دي مش عارف ادخل على السوفوز. انا داخل عليه منين؟ داخل عليه من الهايبر في بس.
فالخطوه اللي بعدها ان لما اشوف الزيوم واتاكد منه ادي الكارته بتاعتي. ايه يا جماعه ما انساش الخطوه دي، اي بي شبه مين؟ شبه الديفولت بتاع السوفوز اللي هو 172 16 16، الديفولت بتاعه 16 كمان زي ما هنشوف الخطوه الجايه دي. هو بدا يقوم اهو، استنى لغايه لما يسالني على الباسورد. تمام، والباسورد هنا يا جماعه هي وحيده اللي لازم تستخدم، هي الباسورد بتاعت الادمن، والديفولت بتاعتها ادمن ما فيهاش اي مشكله دلوقتي. لما كتبتها طلعت لي اللايسنس بتاعته، قلت له اكسبت. هستنى كده بتاع دقيقتين ثلاثه يا جماعه واخش على الكارته بتاعتي، ابدا اعدل الاي بي بتاعها، اضيف الاي بي من النتورك بتاعت مين؟ بتاعت السوفوز، عشان اعرف ادخل عليه. طبعا لو هي اوتوماتيك هتاخد الاي بي اوتوماتيك منين يا جماعه؟ من السوفوز. بس زي ما احنا اتفقنا احنا بنشرح الجزء الصعب، الخطوات الكتيره اللي هتقابلك في الشغل. هو كده خلص اهو يا جماعه، اروح داخل انا على الكارته بتاعتي ابدا ايه اتعامل معاها. اخش على الكارته اهو، السويتش اللي انا كريته، هدي اديشنال اي بي معايا، سايب بتاع المانجمنت انا داخل منه ريموت. طبعا انت لو مش شغال فيزيكال كنت سبتها اوتوماتيك عادي يعني. هخش اقول له اد بقى هنا على الاي بي فيجن 4، هضيف الاي بي الخاص بمين يا جماعه؟ اللي هعرف اكسس منه السوفس بتاعي. هقول له اد اهو، اد الاي بي 16 16، واشوف هدي المكنه دي كام. وما انساش ان السب نت برضه يا جماعه 255 255 255 دوت زيرو. واتاكد ان انا شايفه، ان انا هعمل ايه يا جماعه؟ هعمل بنج على السوفز اشوف انا شايفه ولا. هعمل بنج على 172 16 16 16، نشوف كده هيعمل معايا ريبلاي ولا لا. لو عمل ريبلاي يبقى انا كده فعلا ايه لغايه دلوقتي ماشي صح. تمام اهو، انا كده خطواتي ماشي صح. افتح بقى البراوزر عندي، هفتح براوزر عندي بقى واكتب ايه يا جماعه؟ اتش تي بي اس 172 16 16 بورت 44 الديفولت بتاعنا، واشوف الدنيا معانا ماشيه عامله ازاي. تمام اهو بدا يفتح معايا، هيسالني على اليوزر نيم والباسورد، طبعا مين الادمن مفيش غيره، بس قبلها هيقول لي اكسبت. هيبص يا جماعه هنا ايه يا جماعه؟ قبل ما يسالني على الادمن هيبص على مجموعه كونفيجريشن اساسيه. اول حاجه بيسالني عليها لازم تغير الديفولت باسورد اجباري، شايفين كده يا جماعه؟ ولازم تبقى كومبلكس. اهم حاجه الشيك بوكس اللي تحت ده بيقول لي انت عايز تدخل دلوقتي، انت متوصل على النت عايز تخش تعمل ابديت للسوفوز؟ هقول له لا، لو في فيرجن جديد هقول له لا. كده كده انا كل شغلنا دلوقتي انا هخش اعمل الكلام ده كله مانوال من جوه. حتى هنا بيسالني على الاعدادات بتاعتي، تمام هسيبه مانوال زي ما هو، مش هقول له مانوال هسيبه زي ما هو، هقول له كونتينيو اوف لاين وايه واكمل الشغل بتاعي. قال لي خلي بالك انت مفيش نت، تمام. هيسالني انت من انه بلد، الزوم بتاعتك اخترتها، هيسالني على النيم بتاع الفاير وول هتسميه ايه. شايفين يا جماعه خطوات سهله قوي يا جماعه، لو انت فاهم بتعمل ايه هتلاقي الدنيا ماشيه سهله قوي معاك. قال لي ادي الاعداد بتاعتك، خلي بالك انا مش حاطط كي، مش حاطط لايسنس، مش حاطط اي حاجه، واخدين بالكم؟ سالني على اللام بتاعتك ايه؟ الاي دي بتاعها ايه؟ شغال اتش تي بي ولا لا؟ الدنيا بتاعتك ايه؟ معايا؟ انا كل اللي هعمله هحاول اوقف بس اتش تي بي علشان ايه؟ ما يديش اي بيهات ايه غلط عندي في الشبكه لو انت موصل اجهزه او حاجه معاك. لكن لو انت مقوم هايبر فيات بس على الشبكه دي ممكن تسيبه يديك ايه؟ اي بيهات. وبرضك هنخش نغير من جوه. بيسالك على البروتكشن اللي انت عايزه ايه؟ تمام؟ بيسالني لو انت في نوتيفيكيشن ايميلات هتجي لك او عايزه يبعتها ولا حاجه، مين السندر؟ مين يبقى جاي لك مكتوب جاي من مين؟ ويروح لمين؟ والانكريبشن بتاعه بتاع الباك اب بتاعه. انا خلي بالي من حاجه يا جماعه، الباك اب فيه اتنين باسورد. في الباسورد دي وفي باسورد هنشوفها في اخر الفيديو ده، مهمه جدا جدا جدا. الاثنين ما ينفعش يتنسى يا جماعه. طبعا هنا بيسالك لو الميل سيرفر بتاعك ايه، الاداه بتاعتك ايه، زي ما اتفقنا كل ده هنغيره بعد كده. طلع لي السمري بتاعي اللي احنا كونفيجريشن اللي احنا عملناها، هقول له فينش واستنى لغايه لما يخلص. وهو لما يخلص هيعمل ريستارت لوحده يا جماعه، تمام، فما نقلقش، استناه لغايه لما يخلص خالص. لو انت نسيت ومدخله نت وقلت له انستول داونلود هيغيب اكتر، ان هو هينزل الداونلود للفيرجن الجديد لو الفيرجن بتاعك قديم. كل اللي هتعمله هتستناه لغايه لما يخلص. وديها فتحنا يا جماعه، عملنا كونكت عليه عشان نشوفه ايه، تمام، ان هو هيعمل ريستارت ولا هو ادي ريستارت. هو خدتوا بالكم يا جماعه انا ما عملتش حاجه، هو لوحده اللي عمل الريستارت.
طبعا هبيسألني على الباسورد، ما تنساش انت غيرتها الديفولت بتاعت الادمن، فهتكتب الباسورد الجديده اللي انت عملتها. ومش عايز اكتب الباسورد برضو هتسيبها، مفيش مشكله، احنا مش محتاجين ان كل مره نكتب الباسورد بتاعتنا. انا مستنيه يخلص وهيفتح هو لوحده الشاشه بتاعت اليوزر نيم والباسورد على ايه، على البراوزر معايا. ادي البراوزر فتح لوحده اهو يا جماعه، هكتب اليوزر نيم بتاعت الادمن والباسورد الايه الادمن بتاعتنا الجديده اللي احنا كريتناها. شايفين دي باسورد خاصه بالريستور بتاع الباك اب، مهمه جدا جدا جدا. عشان كده هتلاقي هو بيقول لك تحت ايه، بيقول لك اي نو، هتلاقي في كونفرميشن بعد ما هتكتبها انك لازم تحفظها في حته تبقى فاكرها، من غيرها مش هتعرف تعمل ريستور الباك اب بتاعك. تمام، هقول له انا خزنتها انا فاكرها، وترو كريت كي. في حاجه اسمها سوفوز سنتر هنشوفها واحنا شغالين، ان اقدر اعمل مانجمنت من الكونسول بتاع سوفوز نفسه، وترو ايه فكرني بقى بعدين. يبقى احنا وصلنا ايه يا جماعه، ان احنا كريتنا الفاير وول بتاعنا دلوقتي المكنه، الكونفيجريشن بسيطه قوي قوي، هنبدا نغيرها كلها بالكامل. تمام، الانترفيس بتاعه شغال والدنيا بتاعتنا شغاله معانا، مفيش اي مشكله معانا. تمام، ادي البورتات اللي احنا مكريتينها، الاربع بورتات. تمام، حسب ما احنا ايه، حسب ما احنا شغالين معانا. شكرا.